Timo! I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot. كوكو البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا قاعدين بخير. اليوم حبيت ندير لكم وصفه خفيفه ظريفه، يعني ترى خصوصا اللي عندهم اطفال، طريقه سهله باش نحضر بها مكرونه. يعني هذه دي بات بالفرماج. اروحوا معايا نوريكم الطريقه. فوالا، اول شيء ناخذ 2 جرا هكذا، نحط فيها الماء، زوج كاسات كيما هادوما هاك، تقدروا تحطوا فيهم هاك. ديروا زوج كاسات تاع الماء وزيدوا الكاسه تاع الحليب. فوالا، نزيد لها الملح. فوالا، رشه تاع الملح. ودوكا انا دو بريفيرونس ندير زيت زيتون، شويه هكذا تاع زيت زيتون. كيما نقول لكم زيت زيتون دائما صحي، الوغ ما تخافوش. فوالا، شوفوا تحركوا كلش مع بعض هكذا باش يطيب لكم. عندها ضربه واحده اخر من ما تغلوه ومن بعد زيتو ديروا له. يعني انت شفت الناس بزاف يستعملوا يغلوا لي بات تاعهم، ابخي تدي تحب تزيد لهم الحليب، يا تحب تزيد لهم اون كريم ليكيد، ولا تقدروا ديروا الحليب، ولا حبيتوا تزيدوا يعني انت مغرفتين تاع كريم ليكيد اذا حبيتوا، يعني انت تعطي طعم بنين. فوالا هكذا تخلطوهم كاع مع بعض وتخليهم يغلو مدة واحد الدقيقة حتى تشوفوه يغلي ونرجع لكم. فوالا البنات، بعد ما غلينا الحليب تاعنا، شوفوا بداو الماء. خديت 250 غرام تاع دي بات، ولا كل واحد تاعنا لا كونتيتي اللي تحب. تحطوهم هكذا وتغلوهم على نار هاديه، خلوهم يطيبوا على نار هاديه. يعني تغلقوا على الطنجرة تاعكم وتخلوهم يعني تاع حسب لي تاعكم مده 10 دقائق. فوالا فوالا، تغلقوا عليهم وتخلوهم مده 10 دقائق حتى 15 دقيقه حسب لي بات اللي يكونوا، نوع لي بات اللي يكونوا عندكم. كاين حتى 3 دقائق لي بات، 5 دقائق باش يطيبوا على نار هاديه. انت فوالا البنات، كي تشوفوا لي بات تاعكم هكذا بداو يغليو، انت شوفوا واش راح ندير. تحطوا هكذا، تحركوا عليهم هاك. ابخي تاخذوا الطيوه تاعكم وديروها هكذا، يعني تبش ما يفيد لكمش الحليب قاعديك هكذا، تخلوها باش يعني تنفس الوزمه تاعكم، ما تغلقوهاش كاع باسكو من بعد تفيد لكم. تخلوها هك وعلى نار هاديه كيما قلت لكم باش يطيبوا لي بات. الله الله، فوالا شوفوا لي بات تاعنا كيفاش على نار هاديه، تمش مش نقولكمش من تحت. تحركوهم هكذا من داك وتجو تحركوهم هكذا شويه. فوالا، نزيد نعاود نرجعها كيما كانت. فوالا البنات، كي تشوفوا المكرونه تاعكم لي بات بداو يطيبو، ناخذو مغرف هكذا نحطو فيها الزبده. شوفوا لي بات تاعنا كيفاش ولاو يطيبو. نحطو الزبده هكذا، نزيدو الكميه تاع الفرماج اللي عندنا 100 غرام كويير. اهم شيء ديروا الكويير يجي هايل، تقدروا ما ديروا الشيطاخ، مي انا جو بريفير ندير لو كويير. وتقعدوا خلوها هكذا كي يكون الحليب تاعكم هكذا مازال، يعني تاع الماء والحليب تاعكم، ما تخلوهش حتى ينشف وتحطوا الزبده مع الاخر. تخلوهم هكذا مده واحد ثاني كيما با واحد دقيقتين ثلاثه ونطفوا عليهم. فوالا البنات، هكذا صاروا جاهزين. شوفوا نطفي عليهم كي تكون، شوفوا خلونا هكذا
تاعهم تبقى تكون هكذا ما نشفتش كاع، بالك نخليوها تنشف كاع. فوالا نزيدو نرشو، نطفو هكذا، نزيدو نرشو شويه فخوماج هكذا من الفوق. نطفو عليهم ونخليوهم مدة واحد الخمس دقايق ولا هكذا. نطفيت ونحيهم على جنب هنا، ونغطي عليهم ونشوفكم بعدين. فوالا البنات شوفو هكذا صارو لي بقات تاعنا، ومازالهم سخونين. فوالا شوف ما شاء الله، اكيد والريحة ما عندي ما نقولكم. بعد الزبدة الفخوماج ولادكم راح يستمتعوا. فوالا البنات شوفو هكذا مازالهم سخونين، بصح شوفو كيفاش خرجوا لكم، خرجوا هايلين والريحة ما عندي ما نقولكم، والبنة ولا أروع. فوالا نشوفكم في طريق التقديم. فوالا البنات هكذا كيسلبوهم، نزيدو نحطو شوية تاع الفخوماج وصاروا جاهزين. فوالا البنات هكذا لي بات تاعنا صاروا جاهزين، شوفوا ما شاء الله توجو نخلو فيهم هكذا حتى ما يجوش ناشفين. فوالا هكذا كيكونوا اطفال وجديلهم ليا الوقت تاعهم، تحبي تزيدي الفخوماج يا سيو دراري كي يحبوا الكاتشاب. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. الو غدا عجبتكم الوصفه عملوا لي جيم وشاركوني في القناه تاعي، وعملوا لي بزاف تعليقات اذا كنتو حابين نشارككم اطباق تاع دراري صغار، يعني تاع اطفال صغار ماشي مشكل. وهذه ما نكذبش عليكم، يعني انت تقدروا ديروها مع الكبار ماما غوبا، يعني انت تقدروا ديروا معاهم دي ستاك ولا بلوند بولي دي سكالوب، ومام يتقدروا يتكلوا هكذا برك مع اون سالاد، يعني تيشهي وما عندي ما نقولكم. هلا نرجع نقول لكم اذا عجبتكم الوصفه يعني انت والطريقه شو كيفاش يجوا مسلين هكذا، شوفوا ما شاء الله ما عندي ما نقولكم، ما يجوش ناشفين. عبي هادي فولادكم ما يحبوش ياكلوهم. نرجع نقولكم اذا عجبتكم الوصفه والطريقه اعملوا لي جام 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 جام، وشاركوني في القناه تاعي، وبيان سور ديروا لي التعليقات. نرجع نقولها لكم اذا حبيتوا اطباق الاولاد الصغار. فوالا شوفوا البنات خديت الكوياخ باش تقدروا تشوفوا مليح، شوفوا كي طفيوهم قبل يعني ما ينشف لكم كاع الحليب ديك. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله، والبنة ولا اروع. فوالا وليدي تيمور قايم بالمهمه، عجبوه لي بات. تيمو يو لايك ات؟ فوالا سي توتو الكوكو لي في هيا وي في كوكو لي في. I want كوكو وي في تيمو. We want كوكو لي في تيمو؟ Yeah. Yeah. فوالا فوالا باي باي. Through. I can't forget the day we met, your smile so bright.